بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أكرمنا بخير كتاب أنزل، وشرفنا بخير نبي أرسل، وتفضل علينا بخير دين شرع. أحمده سبحانه وتعالى بفضله تتنزل البركات، وبجوده تكثر الرحمات، وأصلي وأسلم على معلم الناس الخير محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، يا إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها هو رمضان قد انقضى، ونحن في أيامه بل في ساعاته الأخيرة أيها الإخوة الكرام. هذا الموسم العظيم الذي كنا نبشر بعضنا بعضا بقدومه، ونهيئ بعضنا بعضا ببدايته، ونجتهد فيه في الصيام وقيام الليل وتلاوة القرآن والصدقات والمبرات والقربات وصنوف العبادات، ها هو قد انتهى ككل مرة ضيفا خفيف الظل. وإن المسلم مطالب بإكرام الضيف وتوديعه أحسن توديع عندما ينزل عندنا، ونحن في هذه الساعات ينبغي لنا أن نودع رمضان خير وداع، بأن نثبت على ما كنا عليه من العبادات، وأن نعاهد ربنا تبارك وتعالى، ونعقد العزم أن نواصل التقرب إلى الله تبارك وتعالى، ونواصل الإكثار من الصوم النافلة وقيام الليل ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. ونهاية رمضان أيها الإخوة، من كرم الله عز وجل أنها ليست نهاية العبادة. بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان، ونحن نسأل الله ألا نكون من هؤلاء أيها الإخوة الكرام. إن المؤمن وإن انتهى رمضان لا تنتهي عباداته، والله عز وجل وإن انتهى رمضان لا تنتهي نفحاته، ولا ينتهي خيره سبحانه وتعالى. فبعد رمضان أول يوم من أيام شوال هو يوم العيد، عيد الفطر أيها الإخوة الكرام. عيد الفطر يثبت برؤية هلال شوال، وللنبي صلى الله عليه وسلم هدي في العيد كذلك كما كان له هدي في رمضان. من هديه عليه الصلاة والسلام أنه يترقب هلال شوال، فإذا رآه قال: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، هلال خير ورشد. ثم يخاطب الهلال ويقول له: ربي وربك الله. ثم من هديه صلى الله عليه وسلم أنه في يوم العيد يصلي صلاة الفجر ثم يرجع إلى أهله، ثم كان صلى الله عليه وسلم يغتسل الغسل لصلاة العيد. وإننا إذا رأينا هلال شوال قبل ذلك كان لزاما علينا أن نكثر من التكبير، أن نقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ذلك بأن الله عز وجل قال: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. إذا قيل غدا العيد كبر الله عز وجل، كرر هذه التكبيرات، اجهر بهذا التكبير إعلاء لاسم الله عز وجل. ثم كما قلت لكم يهيئ الإنسان لباسا جديدا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في هديه في الجمعة يلبس اللباس النظيف الأبيض، وهديه في العيد أن يلبس اللباس الجديد أيا كان لونه، لكن يكون لباسا جديدا. فإن استطعت إلى ذلك سبيلا فلا تبخل نفسك من هذا الخير. ثم تصلي الفجر، ثم تغتسل لصلاة العيد، الغسل لصلاة العيد، ويلبس المسلم الأجمل ثيابه من تلك الثياب الجديدة التي خصصها لهذا اليوم، ثم يخرج من بيته مكبرا مكررا هذا التكبير: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر،
ولله الحمد، وهو يمشي إلى المسجد يقولهن، وهو داخل إلى المسجد يقولهن، وهو جالس ينتظر الإمام يقولهن، حتى يخرج الإمام فيصلي المسلمون أيها الإخوة الكرام صلاة العيد، تلك الصلاة العظمى، تلك السنة الكبرى التي يتشوق لها المسلمون، والتي لها طعم خاص، يصلونها ويعلون فيها تكبير الله وذكر الله تبارك وتعالى. ثم إذا قضيت الصلاة أيها الإخوة خطب الإمام خطبتي العيد، يذكر فيها بفضائل هذا اليوم وخيره وبركاته وواجب المسلمين فيه. ثم كان من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رجع من المسجد أن يرجع من طريق غير الطريق الذي ذهب منه. لماذا؟ لكي يضمن فرصة اللقاء بالمسلمين، أولئك الذين التقى بهم وهو ذاهب يلتقي بغيرهم وهو راجع. ومن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم المصافحة أيها الإخوة، المصافحة، أن تصافح أخاك وأن تهنئه بالعيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان فتصافحا تساقطت الذنوب من بينهما كما تتساقط الأوراق في الخريف، أو كما تتساقط أوراق الشجر في الخريف. هذا هدي عظيم ينبغي ألا نفرط فيه. ثم نهنئ بعضنا بعضا بهذا العيد، ونسأل الله بعضنا لبعض بأن يتقبل الله منا صيامنا وقيامنا، وأن يجعل هذا العيد عيدا مباركا سنين مديدة وأياما عديدة. ثم أيها الإخوة الكرام، من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم التوسعة على العيال في يوم العيد. التوسعة على العيال أي أن يترك لهم فسحة في اللعب واللهو والمرح في هذا اليوم، والأكل والشرب، لأنه يوم فرح. ألم تعلموا أن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال: للصائم فرحتان يفرحهما، للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره. ويوم الفطر هو يوم الفرح بالفطر من رمضان، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. فيوم العيد يوم نشيع فيه الفرح، ولا نكدره على الزوجة ولا على العيال، بل يكون يوم فرح وضحك ولعب. ومن هدي المسلمين كذلك في هذا اليوم أيها الإخوة التزاور، أن نزور أقاربنا وأن نصل أرحامنا في هذا اليوم، فنشيع الفرحة ونجتمع جميعا إحياء وتعظيما لهذه الشعيرة من شعائر الإسلام، وهو يوم عيد الفطر. كذلك أيها الأحباب، لا يفوتني أن أذكر نفسي وأذكر إخواني وخاصة أخواتي بأن نجتنب كل دواعي الحزن والكدر في هذا اليوم. فمن الناس من يبكر صبيحة العيد إلى المقابر، وهذا خطأ أيها الإخوة. إنما العيد نبكر فيه إلى المساجد، نكبر الله سبحانه وتعالى، ونصلي ونذكر ونسبح ونعلي كلمة الله عز وجل، وأن نخفي أحزاننا وأن نظهر أفراحنا بالإسلام وبشعائر الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك، فإن الأيام طويلة لمن أراد أن يزور أرحامه ويزور موتاه في المقابر. فإنني أنهاكم أيها الإخوة، وأنهى نفسي قبلكم عن هذه الأخطاء، بأن لا نجعل يوم العيد يوم بكاء وحزن. أولئك الذين فقدناهم نشتاق لهم، نعم، نحن لذكراهم، نعم، نفتقدهم بيننا، نعم، لكن الله أعلى وأجل، ولكن الرضا بقضاء الله عز وجل وبما قضاه الله وقدره أعظم. عليك أيتها المسلمة وعليك أيها المسلم أن تكون في هذا اليوم أبعد ما تكون عن كل مظاهر الحزن، وموتاك تذكرهم بالدعاء، وتذكرهم بالصدقات، لعل الله عز وجل أن يتقبل منك وأن يغفر لهم. كذلك نحن
نتنافس في كسوة أبنائنا، علينا ألا ننسى كذلك الأرامل والأيتام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الساعي على الأرملة والمسكين كالصائم الذي لا يفطر وكالقائم الذي لا يفتر. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وقرن بين أصبعيه الوسطى والسبابة صلى الله عليه وسلم. فهنيئا لكم العيد، هنيئا لكم أيها الإخوة الكرام هذا العيد، وأسأل الله تعالى أن يجعله يوما مباركا ميمونا عليكم جميعا، وأن يتقبل الله مني ومنكم الصيام والقيام، وأن يعيده علينا سنوات عديدة وأيام مديدة، وأن يتقبل فيه أعمالنا، وأن يجعل أيامنا كلها أيام أفراح. مبارك عليكم العيد، عيدكم مبارك، وكل سنة وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.